الحلقات الصفراء اللي اخرجها السيد اندريا دي ماركو. كره ملعوبه ومحاوله وتسديده والهدف الاول ياتي. نعم بعد طول انتظار وبعد ان طال الصبر والانتظار ياتي اليوفي ويهيج مدرجات اليوفنتوس ارينا فرحا وسرورا بهدف اول. طال 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 انتظاره. نعم يفعلها اليوفي بعد طول انتظار. تاخر اليوفي في اكرام الضيف للفريق الذي تعود بل اكثر من تعود على اكرام الضيوف يفعلها اليوفي. تمريره ملعوبه امامنا والقادمون من الخلف لهم كلمه عن طريق بادوين بعد ان عجز المهاجمون وبعد ان طالت محاولاتهم درب المرمى وظلت درب المرمى وخاصمت المرمى. تاتي المباراه وياتي الحظ لينفض غباره على بادوين القادم من الخلف ويعلن فرحة هذا المشجع وصرخة هذا المشجع الذي تأتي صرخته من دواخل قلبه من سويداء قلبه وليس من حناجره. هدف أول يأتي لليوفي بعد طول انتظار. وبالسلامة بالسلامة لماريو بالسلامة لماريو بالسلامة لماريو.